مشاهدي ومتتبعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في بث مباشر آخر من الدار البيضاء من عين دياب منطقة الرقوة بالضبط. الناس والوليدات مازال ما سخاوش مازال كيجي والوليدات عائلة أو العائلات وليداتهم كيعوموا كيدوزو وقيته زوينة، ولكن راه في ظرف هذه الحرارة الصراحة، ظرف هذه الحرارة الصراحة إنسان غيبان ليه غير البحر، لانه هو المنفذ الوحيد كما غنقولوا، اما هو كيبقى هو ولا كنبغيو البحر. انا راسي وجدت كنا كنبغيو البحر، فالناس هنا جايبين وليداتهم داروا لي باراسو ديالهم، يعني نازلين مع وليداتهم البحر. كنا كنشوفوا اغلبيه الناس راه صراحه كيعوموا هما وليداتهم غير على برا، ما داخلينش من داخل، وهذه شي حاجه زوينه، يعني ان الناس موعيه وليداتها بالخطوره ديال البحر، كيعوموا غير على برا. كلشي كيستمتع بالاجواء ديال البحر، خصوصا ان هاد الويكاند انا كنعرفوا اغلبيه الناس الويكاند كيتجهوا للبحر، اغلبيه اذا لم اقول الكل جاي كيهزوا وليداتهم كيدوزوا الويكاند معاهم، لان في لا سومين كامله كيكون الوليدات الدراسه، رب الاسره كيكون يعني العامل، فكيبدلوا الجو شويه، فاغلبيه كيجي للبحر، يعني كياخذوا وليداتهم يجيو يبدلوا الجو في البحر في ظرف هذه الحراره. طبيعة الحال يعني من غير هذه الاجواء المسمسه راه كاينين اماكن اخرى، ولكن في ظرف هذه الحراره هذا كيجيو كيتبحروا، وكاين اللي ما جاش للبحر في الصيف، يعني كتكون هذه فرصه يغتنم الفرصه انه يجي للبحر ويجيب وليداته. شوفوا الاطفال، شوفوا الاطفال كيفاش كيعوموا، كيفاش كيستمتعوا بهاد الاجواء الرائعه ومنظر زوين والبحر نقي وهادي، البحر يعني ما طالعش وهادي زوين ونقي، كنشوفوا واحد الصفاء ديال الماء نقي، البحر هكا يعني حتى الناس محتفظين عليه، الناس هما ماشي من يعني جايين ورامين الازبال ديالهم ولا شي حاجه، لا منقيين بلايصاتهم. كاين كل واحد وكيفاش داير، كاين اللي كاين موجود هنا، يعني انا كنصور وكنشوف يعني الناس راه كاين واحد الريحه زوينه، كل واحد شم موجود اطباق ديالو كتشم واحد الرائحه زوينه، وكانك في شي ريستو، ولكن راه ريستو داخل البحر الصراحه، لان الاجواء جد جد رائعه، واقفه وكنستشق رائحه الاطباق اللذيذه، سواء انك تاكل وطيب حداك ومن طرف كتبحر وليداتك كيستمتعوا، فشي حاجه زوينه بزاف الصراحه. شوف الناس كيفاش داركين، كيفاش كل هل كيعوم في البحر، هل يبارك فوق الصخر كيتمنظر، هل يبارك الفوق داير باراسو ومدرك على الشميشه، كل واحد وكيفاش كيتمتع. منظر جميل بزاف والله العظيم، هو كيشهي صراحه، راني شوف هذا المنظر هذا تشهى انك تك براسك، يعني تدخل تعوم وتدخل تستمتع. انا اللي كنهضر معكم دابا كرهت هاد اللحظه هذه، ما كرهتش انني ننزل ونعوم، لان الجو ديال البحر كيشهي والله العظيم. شوفوا الناس كيفاش كتعوم، طبيعه الحال كتشوف الشباب اللي كيعوموا بواحد البراعه، اطفال هنايا كيعوموا تما على قدهم، يعني في برفقه طبعا الاباء ديالهم تحت المراقبه الصارمه ديال الاباء ديالهم، يعني ولي الحمد لله رادين لهم البال ما مخلينهمش يبعدوا. البحر زوين، يعني اش غنقول لكم، هاللي كيتبحر، هاللي كيتمنظر في المنظر الرائع ديال البحر، هاللي كيصيد من الجبل، كل واحد اش كيقوم، هاللي كيعوم هو وصحابه هما كبار وكيعوموا في واحد شويه بعاد على الاطفال، يعني كيعوموا بواحد المهاره كبيره جميله بزاف. من هنا من شاطئ عين دياب منطقه الرقوبه، شي حاجه تكشفي والله العظيم، فسحه زوينه تكون بالويكاند، نلقى شاطئ نقي، الماء ديالو صافي، تعاون وليدات في امان، البحر الحمد لله ماهيش، الناس واعيه بالخطوره ديال البحر، مراقبه وليداتك تعوم غير هنايا، شي حاجه كتشرف، شي حاجه كتشرف والله العظيم. كما كتشوفوا معايا، شوفوا 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 هنايا، شوفوا الناس، اجواء جميله 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 بزاف، الناس باركة فوق الصخر كتمتع الحمد لله. شوفوا هي الناس كبار كيعوموا كيستمتعوا،
شوفوا هنا عاوتاني اللي يعني الاباء كيدخلوا يعوموا مع وليداتهم، راه كاين اليوم البنك كما كتشوفوا يعني كاينين وليدات صغار حداها مواليديهم تحت المراقبه الصارمه ديالو. كلشي كيستمتع، الاجواء جميله 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 بزاف 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 والله العظيم. البحر نقي نقي نقي، شوف يعني حتى هنا جيت الصخار والريمان فشي حاجه نقيه، ماش كاينش داك الازبال، ما كاينش داك الحماشيه اللي كانت كيشهدها الشاطئ عندي في الاوقات اللي كيكون ازدحام والاوقات اللي كيكون الدنيا عامره. شوفوا هي معايا الناس باركين فوق الصخر، دراري كيعوموا، كاين اللي كيصيد، كل واحد اش كيدير، كل واحد اش كيدير. البحر هادئ جدا يعني ما طالعش، تعوم تعوم في امان. زوين المنظر، المنظر زوين، المنظر زوين بزاف، المنظر ديال الشاطئ عندي منطقة الرقوبة. يلا اخوان نتوما كي كتقضيو عطلة الاسبوع ديالكم واش نتوما كتمشيو للبحر او لا؟ شوفوا نتمنى انكم نتوما تكونوا كتقضيو وقتكم، واللي ما تبحرش يكون وقت الويكاند ديالو دوزو زوين، والويكاند ديالو يكون سرح فيه ودوز اوقات ممتعه وارتاح من اتعاب العمل ومشقات الحياه اليوميه بهذه الاجواء الرائعه. كنودعكم وكنقول لكم الى اللقاء في بث مباشر اخر ان شاء الله.